ايه رأيك في التشكيل الوزاري الجديد؟ والله اقول لك حاجه، اللي يعرف يحط نفسه في مكان يحط نفسه فيه، ادم قادر عليه يمشي فيه. والله يعني احنا عايزين الاحوال تبقى مظبوطه، عايزين اي حد يمسك يفيد البلد، يعني مش يعني ما يرجعش بالبلد ورا. يعني كفايه كام سنه اللي الثوره قامت فيهم، 5 سنين البلد ما تقدمتش خطوه يعني. فاحنا اكيد عايزين طبعا حد، يعني عايزين دم جديد وعايزين ناس جديده تقدر تطلع الشعب اللي قدام. يعني تشكيل وزاري جديد ده كان مطلوب فعلا جدا، وكان فعلا البلد محتاجاه، ممتاز جدا والناس اللي فيه كويسه جدا. ويعتبر مش تشكيل، يعني تشكيل جامد، هو نص 50% وربنا يسهل باذن الله. انا عايز اقول بالنسبه للوزاره الجديده ان انا متحير في ميعادها. هي المفروض مجلس الشعب هيجي، المفروض هتستقيل، ومجلس الشعب او التكتلات الحزبيه الاكثر هي اللي هتشكل الحكومه، او لاما بقى يكون في نيه بان الحكومه دي هي اللي هتستمر حتى بعد مجلس الشعب، او مجلس الشعب هيطرح فيها الثقه بانها تستمر. بنامل انها تكون كويسه، بس في حاله انها تكون هتحوز الثقه من مجلس الشعب وهتستمر، او هم عندهم الفكره دي علشان يبقوا الوزراء عاملين في حساب ان هم مستمرين فينجزوا. هو تشكيل الوزاري الجديد دوت ممتاز جدا، وان هو الرئيس لما عمل تشكيل جديد ده كويس جدا، على اساس ان هو لاي واحد من الوزراء يلعب بديله او يعمل اخطاء لازم معروف ان هو بيتغير. والله التشكيل الوزاري الجديد انا سمعت شفته في التلفزيون، انما اتمنى يعني انه يكون في اداء افضل من اللي قبل كده. شايف ان تشكيل الوزاري الجديد هيقدر انه يقطع فساد داخل الوزراء؟ هي المشكله مش في فرد او في موضوع او في مشكله، مشكله فينا احنا. الواحد ما بيبنيش الطوبه من اولها، لازم واحد يساعده فيها، ولو بنى لوحده البيت هياخد وقت طويل عقبال ما يتبني، انما لازم حد يساعده ويقف جنبه. الله، املنا في ربنا ان هم يحققوا اللي الناس عايزاه او اللي الشعب عايزه. يعني نامل ان هم يبصوا للفقراء اكتر، يقدروا يحاولوا بقدر الامكان يشوفوا الشعب عايز ايه وينفذوه ان شاء الله، تعليم وصحه والحاجات المطلوبه منهم ان شاء الله، وما اخفقت فيه الحكومات السابقه هي تقدر تمشي ان شاء الله المره دي. والله سيادة الرئيس يعني بيشوف الراجل دوت، يعني هو بيقول لي اتعامل معاه عن قرب بتالي في الوزاره اللي كان فيها سيادة الرئيس موجود، وبيشكر فيه يعني وكده، وكانوا قريبين من بعض، وبيقول انه كويس يعني ممكن يعمل حاجه ان شاء الله باذن الله. يعني الوزير بيحس ان هو انا جاي مؤقت وبدير اعمال مجرد، فما بينجز، بيخاف ياخد قرارات، بيخاف يمضي على اوراق، وبالتالي هي دي الفكره، هي هتستمر، يبقى انا بنامل منها ان هي تعمل شغل كويس. ان شاء الله هينجزوا، لانه شايفين ان في على طول اي حد بيعمل اخطاء بيتعاقب، فلازم هينجزوا وهيعملوا ان شاء الله يبقى احسن واحسن باذن الله. هيقدروا يقضوا على الفساد الموجود داخل الوزراء؟ والله حته الفساد ديت يعني ده يعني المفروض يعني مش حكايه وزاره، ده المفروض يبقى مشروع قومي يعني ككل، حتى المواطن الرئاسه والحكومه، مش الحكومة الواحدة، مجلس الشعب. أعتقد إن عبد الفتاح السيسي ممكن لو ضرب بإيد من حديد الفساد ده هينتهي. فساد موجود في كل حتة، مش في مصر بس، في العالم كله في فساد، حتى في إسرائيل وفي أمريكا، في كل حتة موجودة فيها فساد، فإيه المانع أن يكون في أي بلد أخرى فيها فساد؟ ونحاول بقدر الإمكان القضاء على الفساد، لكن مش هنقضي عليه مرة واحدة. البلد في حالة في حالة في حالة في خارجة من ثورتين، لازم يكون فيها فساد، وبالتالي العملية هتيجي واحدة واحدة إن شاء الله بالتدريج. Thank you.